اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين معاكم متابعتنا الاخباريه لكل ابطالنا داخل جدران النادي الاهلي. هنروح لكره الطائره سيدات. كابتن حمدي الصافي كان لقاء معانا وصرح انه طبعا ماشي كويس قوي او الفرقه ماشيه كويس قوي في البرنامج بتاعه التدريب اللي حطه استعداد الموسم الجديد، وقال ان فرقته كمان لعبت كام ماتش ودي استعدادا لاستئناف الدوري، واكد انه بيشكر جماهير النادي الاهلي على مساندتها المستمره للفريق وانه بيوعدهم ان شاء الله بالاستمرار في المحافظه على البطولات. والحقيقه خليني اقول انه الدوري هينطلق قريبا لانه انتخابات اتحاد الطايره اتاجلت، وبالشكل ده هيكون طبعا اكيد الدوري هيرجع بسرعه. يعني ما فيش داعي لتاجيل الدوري، ما فيش اتحاد جديد، ولكن انا اتوقع يعني اسبوع او اثنين وهلاقي دوري الرجال والسيدات استؤنف سريع. الحقيقه كاميرا الابطال كانت صورت تقييم مع كابتن حمدي الصافي لان كنا محتاجين نعرف اخبار الفرق ايه. نشوف التقييم ده لحضراتكم تاني. طبعا انا برحب بقناه النادي الاهلي. الحمد لله احنا استعداداتنا الفتره ديت مستمره واستعدادات قويه جدا، طبعا بدايه الموسم الجديد، بدايه الدوري والكاس بتاعنا بتاع بعد كورونا. طبعا احنا انهينا المسابقات القديمه والحمد لله وربنا وفقنا وفزنا بيها. طبعا الاعداد كان ساعتها كان متسرع جدا لان الفتره كانت قليله جدا، كان شهر تقريبا ولازم نلعب نهايات الدوري والكاس، والحمد لله فزنا بيه. يعني الفتره دي اديناهم فتره راحه بسيطه، كملنا استعداداتنا وكنا مركزين جدا على الجزء البدني عشان عمليه الاصابات. اللعيبه طبعا كانت راجعه من اجازه طويله، والحمد لله قدرنا الفتره اللي فاتت دول شهرين ونص ثلاثه اللي فاتوا قدرنا نرجع اللعيبه بتاعتنا وعدينا المرحله الحمد لله من غير اصابات. وتقريبا خلاص احنا في المرحله النهائيه دلوقتي، شغالين شغل ملعب وشغالين استعداد للدوري، وعندنا مباراه وديه ان شاء الله خلال الاسبوعين دول، لان بعد اسبوعين تقريبا الدوري ان شاء الله هيبتدي الدوري الجديد. والله احنا عندنا الحمد لله بنسبه 90% الفرقه موجوده، ما عندناش غير ايه الشامي كانت عامله عمليه ازاله الشريحه وابتدى التاهيل بتاعها، وعندنا ندى وليد الحمد لله رجعت للتدريبات الفريق، وتقريبا يعني ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هيبقى كله موجود وجاهزين للمباريات باذن الله. والله احنا مستنيين المفروض خلال الاسبوع ده ينزل الجدول الدوري بتاعنا الموسم الجديد، ومستعدين لان عارفين ان المنافسه ان شاء الله الموسم ده هتبقى قويه جدا. نادي سبورتنج، نادي الزمالك، نادي السيد، كلها انديه كويسه وابتدت تستعين بمحترفين جداد، وباذن الله يبقى موسم موفق لينا باذن الله. طبعا احنا جمهور الاهلي طبعا بنشكره على دعمه لكل فرق النادي خلال الفتره الاخيره واحراز البطولات، وبنقول لهم وبنقول لاداره النادي الاهلي طبعا مبروك على الانجازات الكتيره اللي في الفتره اللي فاتت في جميع الالعاب، خاصه طبعا النهايه بكره القدم واحرازهم الثلاثيه كانت حاجه مميزه جدا للنادي الاهلي، وبتثبت دايما النادي الاهلي كبير باولاده وجماهيره وادارته ومبادئه اللي ما بتنزلش عليها ابدا، والحمد لله يعني اثبتنا ان النادي الاهلي كبير الحمد لله. ده كان لقائنا مع كابتن حمدي الصافي، وزي ما شفتوا الحمد لله اطمننا على الفرقه، الاصابات الدنيا جميله، واكيد نهله سامح كابتن نهله سامح كابتن الفريق هيكون معانا في النص التالي من حلقتنا ونعرف منها مزيد من الاخبار ومزيد من التركيز على الفريق ونشوف الدنيا ماشيه ازاي طبعا في الكره الطائره للسيدات.